كيف يستطيع الرهبان اليابانيين أن يبقوا مستيقظين 9 أيام على التوالي؟ وما هي المادة التي رشها العلماء في إحدى فصائل القرود بعد 36 ساعة من الاستيقاظ لتستعيد نشاطها الدماغي إلى حالة أفضل مما كانت عليه وهم مستريحين؟ هذه بعض الأسئلة التي سوف أجيب عليها في الفيديو القادم والذي سوف يكون على جزئين. تابعونا.